اهلا بكم. لسه مكملين في تغطية استقالة عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري، وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم استقالته في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، وجاءت الاستقالة عقب مطالبة رئيس أركان الفريق رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة اللي بيبلغ من العمر 82 عاما واللي بيعاني من مشاكل صحية عديدة. يمكن المصريين وهم بيشوفوا المشهد ده، مشهد استقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة واحتفالات الجزائريين في الشوارع، استدعوا فورا ما حدث في مصر منذ حوالي 8 سنوات عندما تنحى الرئيس الأسبق أو الرئيس المعزول أو المخلوع حسني مبارك، والأحداث التي تلت ذلك. وكانت يعني اللي متابع لمواقع التواصل الاجتماعي هيلاقي المصريين بيقدموا تحذيرات حتى لا تكرر ولا يكرر الجزائريون ما حدث في مصر بعد 2011، حتى لا يصلوا إلى النقطة الحالية التي يقبع فيها المصريون. خلونا نروح إلى الأستاذ محمد المنشاوي زميلنا الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، برحب بيك معايا في بتوقيت مصر، معايا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن. كنت حابب في البداية أسمع تعليقك على ما يحدث في الجزائر، خصوصا التشابه في المشهد بين ما حدث في الجزائر وما حدث في مصر. بالطبع المشهد تقريبا حتى هذه اللحظة هناك تطابق فيما جرى، مظاهرات مليونية مستمرة تضغط على الرئيس لإزاحة الرئيس وتنجح في ذلك، والجيش يكون هو البديل الشبه وحيد على الساحة ويدعم حركات أو تحركات الجماهير ويطالب الرئيس بالتنحي في النهاية ويخضع الرئيس لطلب المؤسسة العسكرية، ولا أحد يعرف ماذا بعد، ماذا عن الغد في الجزائر. مثل نفس الشيء عندما كان في مصر، تنحى مبارك ولم يعرف الثوار ولا القوى السياسية المشتتة حين ذاك ما العمل بعد تنحي مبارك. تنحي مبارك اعتبره الملايين من المصريين نجاح ساحق، وهو كان كذلك بالفعل، لكن احتفلوا مبكرا بهذه الإطاحة حيث لم تكن هناك خطة لليوم التالي، ماذا بعد تنحي الرئيس، حيث أن أركان الدولة والدولة العميقة بقت كما هي بلا تغيير. وأعتقد أن هذا هو قد يكون السيناريو في الجزائر للأسف. الشعب سعيد وهناك احتفالات وهي مبررة طبعا، لكن لا أحد يعرف ماذا بعد. لا يبدو أن هناك قوة ثورية تستطيع مزاحمة الجيش والدولة العميقة الجزائرية على السلطة. هم أكثر تنظيما وأكثر شرعية من حيث وجود مؤسسات مهم، وطبعا عندهم سلاح القوة أيضا كما كان عند الجيش المصري في هذه اللحظة. لكن استمرار الحراك الجزائري عن طريق الضغط في الشارع قد يؤتي ثمار أفضل مما أتت به ثمار الثورة المصرية. طيب محمد، يعني من وجهة نظرك ما حدث في الجزائر مشابه كما أسلفنا لما حدث في مصر، وهو بيأكد لماذا يلجأ الحكام المستبدون إلى البقاء الطويل، إلى تفريغ الساحة السياسية من المنافسين، بحيث لو اضطروا في أي وقت إلى مغادرة المشهد لا يبقى له ولا يكون لهم بديل. بحكم متابعتك لما حدث يعني في مصر وما يحدث الآن في الجزائر، ما النصائح التي توجهها للثوار ولأهالي الجزائر حتى يتجنبوا الوصول إلى النقطة التي وصلت إليها مصر الآن؟ أعتقد الدروس الأكثر وضوحا من التجربة المصرية الأليمة أن على الثوار وعلى الحراك الشعبي أن يلتئم في منظمات بسرعة، منظمات حزبية يكون هدفها خلق كوادر تستطيع إدارة الدولة والمرحلة القادمة، وأن يكون هناك شبه توحد من هذه القوة على المسار القادم، ولا أن يترك تحديد المسار وخطة الطريق إلى الجيش. الجيش الجزائري مثله مثل الجيش المصري، قوة وطنية لا أحد ينكر وجودها، لا أحد ينكر قوتها، لا أحد ينكر حقها في بعض الامتيازات، لكن يجب أن يكون كل هذا بعيدا عن إدارة الشأن السياسي بصورة مباشرة. يبدو أن الجيش الجزائري يدرك هذه المعادلة وهو متحوط لما قد يكون هناك مطالب من القوى الشعبية والأحزاب الضعيفة في الجزائر أن يتنحى عن الحكم، ويبدو أن هناك سيناريو يعده الجيش بعد الضغط على الرئيس كما حدث في مصر للتنحي، وأن يكون هو من يدير المرحلة الانتقالية
وأن لا يترك السلطة في المستقبل، وأن يعين جنرال أو آخر لإدارة منظومة الحكم الجزائري، وأن لا تتغير تشكيلة النخبة الجزائرية. النخبة الجزائرية يعرف عنها الفساد، هي دولة غنية جدا، عدد سكان غير كبير، وموارد طبيعية بترولية وغيرها كثيرة. كان على الجزائر أن تكون أحد أغنى الدول العربية اليوم، لكنها أحد أكبر الدول المصدرة للمهاجرين من الشباب، وهناك بطالة كبيرة جدا بين الشباب الجزائري الذي أصبح هدفه كله هو عبور المتوسط إلى أي دولة أوروبية والقبول بأي وضع في أوروبا كلاجئ في البداية ومهاجر شرعي أو غير شرعي. وهذا غير مقبول من دولة كان على حكامها أن يديروها بصورة تصبح مثل بعض الدول الخليجية اليوم، هناك رغدة في العيشة ورضاء عن الحكم ورفاهية اقتصادية، لكن الجزائر وحكامها لم يوفوا الشعب حقه خلال العقود الخمسة الأخيرة، وحان الوقت أن يلتئم الشعب وراء قوة لا تعرف الفساد طريقا، وأن تقوم نهضة اقتصادية، حيث أن هناك كل المقومات في هذه الدولة الشقيقة من موارد بشرية وموارد طبيعية وهبها الله، إضافة إلى عدم وجود نزاعات خارجية عسكرية تكون مبررا لبقاء الجيش على سدة الحياة السياسية كما هو الحال في مصر وبعض الديكتاتوريات العربية الأخرى. طب من بوادر تعامل الجيش الجزائري مع الاحتجاجات من اليوم الأول تعاطيه مع المعطيات أولا بأول، هل يمكن أن نستنتج النوايا الموجودة لدى الجيش الجزائري الآن، وإذا ما كان ينوي أو ما إذا كان ينوي أن يترك السلطة فعليا وأنه يقوم بدور الوسيط فقط لنقل السلطة للمدنيين، أم أنه يبدو أن قد يكون لديه تطلعات أخرى؟ لا أعرف، لكن أتمنى أن يكون الجيش الجزائري أفضل من نظرائه في الدول العربية الأخرى التي لا ترى أحد لديه أي مقومات الحكم إلا هم. يجب أن يكون من على رأس السلطة التنفيذية عسكري حتى ينعم أو يتمتع بشرعية المؤسسة العسكرية. هذا أصبح من الماضي. التربية والنشأة العسكرية في كل الدول العربية لا تستطيع أن تخلق قيادة رشيدة لإدارة العمل السياسي. طبيعة العمل العسكري وهذا حقهم السمع والطاعة وإعطاء الأوامر، ولا يوجد استماع لأي رأي آخر، وهذا قد يكون مقبولا ومبررا في القرن الماضي عندما كان هناك نمط يمثل في الاتحاد السوفيتي والمدرسة الاشتراكية، وهناك انصياع للحزب الواحد والقيادة الواحدة. اليوم مع التكنولوجيا والتغيرات الموجودة حولنا أصبح هذا من لغة الماضي، والتجارب التاريخية والحديثة والقديمة أثبتت أن المؤسسات العسكرية لا تستطيع أن تتحدث لغة العصر فيما يتعلق بالشأن السياسي وحقوق الإنسان وحتى التطور الاقتصادي. طب التطورات تؤكد أن أو يعني ما أسلفنا يؤكد أنه لا أحزاب قوية في الجزائر، لا تنظيمات سياسية متماسكة يمكنها أن تمسك بزمام الأمور سريعا، ده يستدعي ربما إلى فترة انتقالية تعيد ترتيب هذه القوى وتعيد بناء وتنظيم أنفسها. من وجهة نظرك هذه الفترة الانتقالية ما الطول المناسب لها، ما المدة المناسبة لها، وماذا يجب أن تفعل الأحزاب السياسية خلالها؟ يجب أن يستمر الضغط الشعبي في الشارع وفي الأحزاب وإن كانت ضعيفة وفي وسائل الإعلام والمجتمع المدني على شيء واحد، هو أن تكون هناك انتخابات حرة شفافة عادلة ومتكررة، وأن لا يسمح للمؤسسة العسكرية أو الأمنية بطرح أي مرشح أو تشكيل أي حزب سياسي. هذا هو الأهم في هذه اللحظة، أن يخرج الجيش ويؤمن أن ليس له دور في العملية السياسية عن طريق الحكم المباشر، وعليه أن يكون راعي الدولة ولا يجب أن يكون هو أحد المتنافسين على الحكم. هذا يقسم المجتمع. الجيش في معظم الدول المحترمة الديمقراطية منطقة جهة محايدة لها امتيازات بحكم أنهم يدافعون عن التراب الوطني، لكن ليس لهم أي حق في التدخل في الشأن السياسي، وهذه ليست عملية صعبة جدا. العالم كله انتقل إلى هذه المرحلة، على أقل الدول الغربية التي نصبوا إلى نفس نموذج الحكم لديها، والجزائر لديها نخبة تعرف أوروبا جيدا وتتطلع إلى هذا النموذج، لكن أيضا هناك الفساد الذي جمع دوائر النخبة والسلطة والقوة في الجزائر بالدول الأوروبية خاصة فرنسا، التي ترى أن الديمقراطية الجزائرية خطر على مصالحها الاستراتيجية
والاقتصادية هناك، هناك استنزاف للثروات الجزائرية من نخبة اقتصادية أيضا في فرنسا، وارتباط وثيق بالنخبة الجزائرية، وليس من مصلحة هاتين النخبتين أن يكون هناك حراك ديمقراطي يأتي بحكومة مسؤولة أمام الشعب الجزائري، وهذا يناقض مصالحها. وأعتقد أن هناك ستكون تآمرات كبيرة تتوارد فيها دوائر فرنسية مع دوائر أمنية جزائرية من أجل الالتفاف حول المطالب الشعبية، والتي نجحت في خطوة أولى وهي الإطاحة بالرئيس بوتفليقة اليوم. طب كما أن هناك يعني قوة حضرتك أشرت إليها، وهي القوة المتطلعة والمنفتحة على النماذج الأوروبية والراغبة في نقل هذه التجربة إلى بلدهم، لكن في الجانب الآخر أيضا هناك قوة دينية، قوة إسلامية لا يمكن استبعادها ولا يمكن تجاهلها، خصوصا أن الحالة المصرية قالت أنه أن في الفترات الانتقالية أحيانا يتم استغلال هذه القوة الدينية كفزاعة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل. بالطبع هذا وارد جدا وحدث في حالات كثيرة، لكن الأهم اليوم أن لا تكون هناك منافسة غدا، يجب أن يكون غدا هناك وضع لقواعد اللعبة التي يجب احترامها. الخطأ الذي وقعنا فيه في مصر، واليوم من السهل أن نقول ذلك، أن كان هناك منافسة حزبية وعلى على البرلمان وغيره قبل وضع الدستور، وهذا خطأ. كان يجب أن تكون البداية وضع الدستور الذي هو الكون الأعلى في البلاد، والذي يحدد مسار اللعبة السياسية وطريقة التنافس وقواعد التنافس، ولا يجب أن يضعها الطرف المنتصر. كان علينا أن نضع الدستور أولا، وأن نبدأ بعدها بعملية انتخابية تدريجية، وأن يكسب من يكسب حتى وإن كانت قوة إسلامية، طالما أن هناك دستور أقسم الجميع على الولاء له وعدم تعديله أو تغييره. الجزائر اليوم لديها طبعا أحزاب سياسية، بعضها سياسي وبعضها غير سياسي، وليس عيبا أو خطرا أن يفوز هذا الحزب أو ذاك، طالما أن هناك التزام بقواعد العملية الديمقراطية العادلة والشفافة، وأن تكون هناك انتخابات حرة متكررة. أكرر كلمة متكررة، لأن هذا هو لب التطور الديمقراطي. نحن نعيش هنا في أمريكا، والكل يؤمن أن تكرار الانتخابات هو العامل الأهم لنجاح أي تجربة ديمقراطية. طبعا هناك المؤسسات والمجتمع المدني وحرية الصحافة وكل ذلك، لكن هذا لا ينبع ولا يستطيع أن يوجد إلا إذا كان هناك انتخابات حرة ديمقراطية، وعلى الجزائريين أن يتطلعوا لذلك، وهذا حقهم، لكن بعد أن يتم وضع قواعد اللعبة في سور الدستور أو قواعد إجرائية هامة وأن يلتزم الجميع بها. طيب واضح أن حضرتك تميل أكثر إلى سيناريو الدستور أولا، وأن يوضع دستور جيد، دستور عصري وقواعد شفافة ونزيهة للعملية السياسية برمتها، لكن هذا يستدعي أيضا وقتا أطول، فبالتالي يستدعي من يدير الفترة الانتقالية ليضمن إتمام هذه الإجراءات. من الذي أو من المرشح لإدارة هذه الفترة، ومن من المرشح النزيه الذي يثق فيه الجزائريون ليدير هذه المرحلة؟ لا أعتقد أن هذا يتطلب فترة طويلة كما حدث في مصر أشهر أو سنوات من إدارة المجلس العسكري للدولة. الدستور أعتقد أنه ليس برضو عملية صعبة معقدة، هو وثيقة حاكمة شاملة، وهناك دساتير كثيرة ناجحة في دول شبيهة بحالة الجزائر. الموضوع لا أعتقد أنه يتطلب لجان وحوار مجتمعي وحوار جدلي نظري. الدساتير معروفة، هناك قواعد عامة للدساتير الناجحة في العالم، هذا ليست مهمة صعبة. أن يكون هناك مجلس حكماء يتفق عليه أطياف الشعب الجزائري من 10 أشخاص أو 15 شخصا، يستطيعون أن يدعوا دستور في أسبوع إن أحبوا. الموضوع لن يبدأ من فراغ، هناك تجارب كثيرة ونماذج كثيرة، والكثير من المنظمات الدولية المحايدة لديها نماذج وطروحات للدساتير يمكن تعديلها لتناسب الوضع الجزائري في أيام أو أسابيع قليلة. لا يجب أن نضيع أسابيع أو أشهر طويلة في الإعداد لمرحلة انتقالية. الدستور رغم أهميته القصوى، لكنه لن يأتي من فراغ، هناك نماذج كثيرة ناجحة، ويمكن تعديل أي نموذج مناسب للدولة الجزائرية وأوضاعها خلال أسابيع قليلة. كثيرون يعتبرون أن نهاية الثورة المصرية أو الضربة الأهم للثورة المصرية حدثت يوم 12 من فبراير، عندما قرر الثوار والمتظاهرون أن يعودوا إلى بيوتهم ويكلفوا المجلس العسكري مسؤولية إدارة الفترة الانتقالية كما يرى وكما يشاء.
من الثالث من إبريل، اليوم هو الثاني من إبريل، اليوم التالي لاستقالة بوتفليقة. هل تنصح الجزائريون بأن يبقوا في الشارع، أن يستمر الضغط الشعبي حتى لا يتم الالتفاف على ثورتهم وعلى مطالبهم؟ نعم، لكن البقاء في الشارع لن يحقق الهدف المطلوب في المرحلة القادمة. الجزء القادم هو جزء إجرائي بالأساس، يجب أن يكون هناك توافق على شخصيات مشهود لها بالكفاءة والحيادية والمعرفة. عدد من الأشخاص كما ذكرت 10 أو 15 شخصا، يكون هناك توافق مجتمع عليهم، لديهم سمعة جيدة في الجزائر، يعرفون الجزائر، ولا تحوم حولهم شبهات تواطؤ مع فرنسا أو غيرها من الدول الأخرى، أو تواطؤ مع الدول العربية التي لا يروك لها أن تكون هناك جزائر حرة مستقلة. وأعتقد أن 15 شخصا في دولة كالجزائر من السهل العثور عليهم، سواء بين الصفوف الأكاديميين أو المفكرين أو الأدباء حتى، وهناك أو القضاء، وهناك عدد جيد منهم في الجزائر، دولة كبيرة الجزائر وغنية بمواردها البشرية. وأعتقد أن هذا هو النقطة الأهم، الاتفاق على هذه اللجنة التي تستطيع أن تضع قواعد اللعبة لما هو قادم، وأن يلتزم بها الجميع خاصة المؤسسة العسكرية. طيب، بحكم يعني دعنا نستغل وجودك في واشنطن ونتحدث عن الموقف الأمريكي، خصوصا أن الولايات المتحدة لم تتداخل بشكل قوي مع ما يحدث في الجزائر كما كان يحدث مثلا في فترة ال 18 يوم في مصر. ما بعد استقالة بوتفليقة، هل تستمر الولايات المتحدة على موقفها غير العابئ وغير مهتم وغير متداخل بما يحدث في الجزائر، ولا يكون لها دور في الفترة المقبلة؟ أتصور ذلك. واشنطن غريب على الجزائر، لا يوجد للجزائر وجود قوي هنا في واشنطن، فقط بعض المصالح المتعلقة بقطاع الطاقة والغاز، البترول والغاز عند الشركات الأمريكية، ومكافحة الإرهاب في دول الساحل كما يطلق عليها هنا جنوب الجزائر عن طريق مكافحة الإرهاب المشترك مع هذه الدول. لكن أعتقد أن هناك أيضا تغير في الجزائر، النخبة الجزائرية أصبحت تميل مؤخرا إلى اللغة الإنجليزية والولايات المتحدة بدلا عن فرنسا واللغة الفرنسية، وهذا يقلق فرنسا كثيرا. لكن تاريخيا فرنسا هي صاحبة الدور الأهم والأكبر في الداخل الجزائري من حيث الثقافة والتاريخ والنفوذ الاقتصادي أيضا. لكن تصريحات واشنطن حتى اليوم عبرت عن وقوفها على الحياد وضرورة أن يختار الجزائريون الخطوة القادمة، أن لا يتدخل أحد في الشأن الجزائري، وهذا موقف مفهوم حيث أن لا هناك مصالح مباشرة للولايات المتحدة في الجزائر، لكن الجزائر دولة هامة واستراتيجية ولديها موارد طاقة وموقع هام جدا، وأعتقد أن التجاهل الأمريكي لن يستمر، وسيكون هناك إعادة نظر في السياسة الأمريكية بحيث أن تحاول واشنطن أن يكون لها موقف أو نفوذ على ما يحدث في الجزائر. لكن الجزائريون يستطيعون أن يحيدوا كل القوى الخارجية إذا اتحدوا على المسار فيما هو قادم. هذا التحييد هو المهم، لأنه زي ما حضرتك أسلفت هناك نفوذ فرنسي معروف في الجزائر منذ يعني الاحتلال. الدور الفرنسي إلى أي مدى يجب تحجيمه ويمكن تحجيمه، وهل هذا النفوذ مضر أم مفيد؟ أعتقد أن النفوذ الفرنسي متغلغل بشدة في الدوائر الهامة في الجزائر، خاصة الدوائر المالية والاقتصادية وإدارة الثروات المعدنية والمؤسسة العسكرية والاستخباراتية. هذه النخبة الجزائرية تربت في حضن فرنسا، تتحدث الفرنسية، يتعلمون أولادهم يتعلمون في مدارس فرنسية أو جامعات فرنسية، أو حتى يعالجون أنفسهم وعائلتهم في المستشفيات الفرنسية. فالنفوذ طاغي جدا، ومن الصعب تحييد فرنسا بصورة مفاجئة أو مباشرة. دوائر تشابك المال والأعمال مع الدولة الفرنسية قوي جدا في الجزائر، لكن حراك الشعب والرغبة في أن يكون الصوت الأهم للجزائريين هو الصوت، هو ما يجب أن يكون ضاغط على النفوذ الفرنسي وأي نفوذ دولة أخرى، بس فرنسا طبعا هي صاحبة النفوذ الأهم في الجزائر. وأعتقد أن إذا استمر الحراك الشعبي وتم الاتفاق سريعا على الخطوات القادمة، سيحجم ذلك ويحيد من النفوذ الفرنسي. إذا طالت مدة العملية الانتقالية سيزداد
سيزداد التدخل الأوروبي والفرنسي، وسيجد الفرنسيون وسيلة ماكرة يلتفوا بها حول التطور الديمقراطي. فرنسا لا تريد انتخابات حرة متكررة في الجزائر، خشية أن تأتي بقوة تعادي الجزائر أو تحاول تحجيم نفوذ فرنسا داخل الجزائر في القطاعات المالية والاقتصادية، وهذا يزعج فرنسا، وهذا مفهوم من وجهة نظر مصالح الفرنسية. لكن وجهة نظر الشعب الجزائري يجب أن تكون ضاغطة على القوى الفرنسية التي ليس لها حق في التدخل في دولة أخرى، خاصة إذا كان هناك تراث تاريخي أليم بينهما مثل فرنسا والجزائر. ابقى معي أستاذ محمد المنشاوي، هنتقل الآن إلى الجزائر، إلى موفد التلفزيون العربي زميلي الصابر أيوب. الصابر، صف لنا ما يحدث الآن في الشارع الجزائري، كيف استقبل الجزائريون خبر استقالة بوتفليقة؟ الصابر، طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال به حتى يعود إلينا مرة أخرى. أعود إليك سيد محمد المنشاوي، ننتقل إلى الحديث عن العلاقات المصرية الجزائرية. النظام المصري لا يبدو مرتاحا ولا يعني لا يبدو مطمئنا ومرتاحا للتعامل مع أنظمة جاءت بهذه الطريقة وثورات حدثت بهذه الطريقة، ظل هذا في تونس مثلا حتى جاء السبسي. من وجهة نظرك كيف ستكون العلاقات المصرية الجزائرية بعد استقالة بوتفليقة في ظل النظام الجديد؟ هذا سيتوقف كثيرا على ما ستأتي به الأحداث في الجزائر. إذا جرت انتخابات حرة وفازت أحزاب ديمقراطية تؤمن بالعمل الديمقراطي الحر وتسمح بحرية الصحافة وحرية تنظيم النقابات والمجتمعات المدنية وغيره، هذا سيكون خبر سيء للنظام المصري. النظام المصري تبنى حكم شمولي لا صوت يعلى فوق صوت المؤسسة العسكرية، وهناك رئيس من المؤسسة العسكرية، وتعديلات دستورية تبقي به حتى على الأقل 20 عاما آخرين في الحكم، وهذا طبعا يناقض كل العرافة الديمقراطية ويناقض ما خرج ضده ملايين المواطنين في الجزائر على الأقل من ناحية المبدأ أن يبقى رئيس مدى الحياة. فأعتقد أن كما ذكرت حسب نتائج الانتخابات الجزائرية، إذا أتت بقوة ديمقراطية سواء كانت إسلامية أو مدنية لا تؤمن بضرورة وجود دور للجيش في الحياة السياسية، سيكون هذا خبر سيء للقاهرة والنظام الحاكم في مصر. أستاذ محمد، كان هناك اعتقاد في مصر بأن موجة الربيع العربي انتهت وذهبت يعني بلا عودة، لكن في الفترة الأخيرة تجددت هذه الموجة وشملت السودان والجزائر وبدأت تؤتي حتى بثمارها الآن. كيف يتعامل النظام المصري الآن مع هذه التحركات؟ كيف يمكن أن يحصن نفسه أو يتعامل مع تبعات هذه التغيرات؟ طبعا النظام المصري نجح في تأمين نفسه بطريقة جيدة جدا للأسف. من اليوم الأول منع التظاهر، منع الشارع الذي هو كان الساحة الأهم للمعركة السياسية المصرية خلال سنوات مبارك الأخيرة وبعد وثورة 25 يناير وما بعدها، وأصبح التظاهر مكلف للغاية. هناك آلاف المعتقلين بسبب مخالفة قانون التظاهر، وأصبح الموضوع مكلف لأي شخص ينزل الشارع، فهو أمن نفسه من هذه النقطة. ومن نقاط أخرى سيطر على النطاق العام سواء كانت المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة، وأصبح لا صوت يعلو فوق صوت حماية الدولة والاستقرار كما يراه أو يفهمه النظام الحاكم، وأصبح هناك قبضة غير مسبوقة، قبضة حديدية غير مسبوقة على النظام السياسي المصري أو ما بقى منه، وليس هناك أي وجود للعملية السياسية كما نعرفها في الغرب أو في أي دولة تسمح بحرية العمل السياسي لمواطنيها، وليس بالضرورة أن يكون دولة تؤمن بالديمقراطية كخيار بديل. وليس هناك انتخابات حرة، وليس هناك أحزاب جادة حقيقية، هناك أحزاب ورقية تلعب بها السلطة وتشكلها حسب ما تريد، وبرلمان أيضا يخضع للمؤسسة الحاكمة. فالعملية السياسية انتهت في مصر، وعلى الجزائريين الإحاطة والتحوط من مثل سيناريو قد يهدف إليه الجيش الذي يريد الحفاظ على الدولة بطريقته وفهمه لها،
وأعتقد أن النظام المصري حتى الآن أدار الانغلاق السياسي بكفاءة، للأسف ساعده في ذلك الموقف الدولي الغير مكترث بالديمقراطيات العربية ولا بحركة الربيع العربي ولا بحركة رغبة الشعوب في الحريات. هناك سمو للمصالح الأمنية والاستراتيجية والاستقرار ومنع الهجرة، وهذا هو الأهم للدول الغربية والولايات المتحدة، ولا أحد يكترث بالديمقراطية العربية إلا الشعوب العربية. ابقى معي أستاذ محمد، هنتقل إلى الجزائر إلى زميلي حسام تكالي مراسل التلفزيون العربي من الجزائر. حسام أهلا بك في بتوقيت مصر، صف لنا الأجواء الآن في الشارع الجزائري، كيف استقبل الجزائريون خبر استقالة عبد العزيز بوتفليقة؟ بكل تأكيد ردود الفعل الأكثر ترصدا الآن هي ردود الفعل في الشارع. لقد صنع الجزائريون صور رائعة في ساحة البريد المركزي وفي ساحة الفاتح من مايو وفي ساحة موريس أودا، وهي نفس الساحات والميادين والأماكن التي كانوا يخرجون فيها يوميا وأسبوعيا في مليونيات مطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة والرئيس المستقيل بوتفليقة ونظامه. إذن اليوم الجزائريون في هذه الساحات مشتغلون في إبداء الفرح، لكن فرح حذر، هم لا يريدون مقارنات مع أي سياق آخر، وإنما اليوم يريدون إظهار الفرحة. وفي نفس الوقت يعني شهدنا بعض الهتافات المناوئة لعبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى بموجب الدستور رئاسة الفترة الانتقالية، وأيضا شهدنا يعني هتافات أيضا مناوئة للحكومة حكومة تصريف الأعمال المثيرة للجدل التي كان قد نصبها الرئيس بوتفليقة أو الرئيس المستقيل قبل استقالته في 48 ساعة. لا تزال الآن حالة يعني إبداء الفرح في الشوارع وفي الساحات مستمرة. الجزائريون يطمحون لغد أفضل يليق بهذه يعني التضحيات التي قدموها ليس فقط خلال الأسابيع الماضية، وإنما على مدار العقود الطويلة. هم يعتبرون بأنهم يعني يستهلون عهد جديد، عهد بعيد عن الاستبداد، عن حكم ما باتوا يصفونها بالعصابة. في نفس الوقت هنالك ردود فعل مختلفة من الطبقة السياسية، هنالك إجماع على الترحيب في هذه الخطوة، خطوة استقالة الرئيس بوتفليقة الذي لم يستقل طواعية، وإنما استقال عن طريق ضغط كبير من الشارع الجزائري ومن هذا الحراك الشعبي الذي شاركت فيه جميع القوى وجميع الفعاليات، بدءا بالطلبة الجامعيين الذين كانوا تقريبا يخرجون يوميا للساحات ليعبروا عن رفضهم لهذا النظام، حتى أن وزير التعليم العالي في الحكومة السابقة حكومة يحيى أحالهم إلى عطلة ربيعية متقدمة. المعطوبين الجيش، متقاعدي الجيش، فئة المحامين، القضاة، يعني مختلف الفعاليات كانوا يخرجون للشارع. أيضا أولئك الملايين التي كانت تخرج كل جمعة، جمعة 22 من فبراير، جمعة الفاتح من مارس، جمعة 8 من مارس، وحتى الجمعة السادسة التي كانوا فيها واضحين ومؤكدين على أن مطالبهم برحيل هذا النظام يجب أن يتم الاستجابة لها، ومع ذلك هنالك دائما حذر من أن يتم الاستحواذ على هذا الحراك وعلى مكاسب هذا الحراك. طب حسام، بحكم وجودك في قلب الأحداث، ما هي النقاشات الدائرة الآن بين الثوار، بين المتظاهرين في الشوارع؟ ما تصورهم للغد 3 فبراير؟ ما هو الاتجاه الأكبر؟ كيف يرون الفترة الانتقالية؟ من يرونه الأنسب لإدارة هذه الفترة؟ بحكم الدستور عبد القادر بن صالح هو الذي يجب أن يقود المرحلة الانتقالية، ولكن الجزائريون لننتبه رافضون هذا الرجل. هذا الرجل يعتقدون بأنه محسوب على نظام بوتفليقة، هو
احد الرجال الذين كان بوتفليقة يعتمد عليهم كثيرا في يعني خلال العشرين سنة الأخيرة. لذلك هم يعتقدون بأن المسيرة لم تتوقف اليوم باستقالة بوتفليقة. الجزائريون عازمون على مواصلة حراكهم، ومن المتوقع أن يستمروا في الخروج إلى الشارع يعني ربما الإطاحة بعبد القادر بن صالح، والإطاحة أيضا بحكومة نور الدين بدوي. نور الدين بدوي أيضا هو شخصية مرفوضة في الشارع الجزائري، وطاقم حكومة بدوي أو حكومة تصريف الأعمال هي أيضا ليست مقبولة. لا ننسى بأن معظم الوزراء الذين عينوا في هذه الوزارة هم أمناء عمود الوزارات، بمعنى أنهم إطارات أو كوادر تابية في الوزارات الحالية، الوزارات التي كانت تسير أو الوزارات التي كانت تسير المرحلة الماضية. ولا ننسى بأن 6 من وزراء حكومة تصريف الأعمال كانوا في وزراء أو كانوا وزراء في حكومة أولية. وضحت الصورة. حسام تكالي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وسنكون دائما في المتابعة. رسخ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة نفسه من خلال وضع نهاية لحرب أهلية مدمرة، لكن الوضع تغير بسبب الفساد والركود الاقتصادي. ولم يظهر بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما في مناسبة علنية إلا فيما نظر منذ أصيب بجلطة عام 2013. مسيرة الرئيس الجزائري المستقيل في التقرير التالي. ولد في المغرب لعائلة من أصول أمازيغية، لكن تاريخ الجزائر المعاصر لن ينساه بصفته الرجل الذي حكم البلاد لأطول مدة بعد استقلالها. عبد العزيز بوتفليقة السياسي الجزائري الذي لمع نجمه مبكرا صار في 19 من عمره أصغر ضابط يلتحق بجيش التحرير. تدرج بوتفليقة حتى بلغ هيئة قيادة الأركان العامة، ثم أوفد إلى حدود البلاد الجنوبية لقيادة جبهة مالي ضد النظام الاستعماري حتى بات يعرف باسم عبد القادر المالي. وباستقلال البلاد نال بوتفليقة عضويته في أول مجلس تأسيسي وطني، ثم صار وهو في 25 من عمره وزيرا للشباب والسياحة في أول حكومة بعد الاستقلال. دهاء بوتفليقة قاده بعد عام واحد ليصبح أصغر وزير خارجية في العالم. 16 عاما قضاها وزير الخارجية الجزائري يمثل بلاده في دعم حركة عدم الانحياز وحركات التحرر، وترأس دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 74 حين اعترف أعضاؤها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني. بوفاة هواري بومدين عام 78 خسر بوتفليقة ظهيره الأقوى، فغادر الملعب السياسي الجزائري 10 أعوام قضاها بين سويسرا والإمارات العربية مستشارا للشيخ زايد. لاحقه قضاء بلاده بتهم فساد مالي أسقطت عنه لاحقا. خلال الحرب الأهلية مطلع التسعينات رفض بوتفليقة تولي مناصب عدة، حتى رشح نفسه في العام 99 رئيسا توافقيا للبلاد بين المدنيين والعسكر. وفي ليلة الانتخابات انسحب منافسوه الستة بداعي عدم نزاهتها، فخاضها وحيدا ليدخل قصر المرادية الذي ما زال ساكنه إلى اليوم. في عهدته الأولى قدم قانون الوئام المدني للاستفتاء الشعبي بغرض إرساء مصالحة وطنية تمحو آثار العشرية السوداء، عدل هياكل الدولة ومنظومتها القضائية، وأدخل الجزائر اقتصاد السوق، واعترف بالأمازيغية لغة وطنية. ترشح لعهدة ثانية وفاز بها، وخلالها أصدر عفوا عاما عن نحو 7000 معتقل من الإسلاميين. في العام 2005 أصيب الرئيس قصير القامة نحيل الجسد بقرحة في المعدة جعلت فكرة البحث عن من يخلفه أسهل هضما، لكن الرجل الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في العام 2007 أثبت قوته مجددا بتعديل الدستور العام 2008 كي يسمح لنفسه بالترشح مجددا منتصرا على المرض والتهديدات بالقتل وإرادة شعبه.
فاز بعهدة ثالثة، لكن قوته الجسدية لم تعد كما كانت، وأصابته جلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك في العام 2013. ومستفيدا من خوف الجزائريين من ذكريات حربهم الأهلية، فاز بوتفليقة بعهدة الرابعة شك كثيرون في قدرته على إتمامها، فإذا به يبلغ نهايتها ويترشح للمرة الخامسة. بوتفليقة الرئيس ووزير الدفاع والقاضي الأول في الجزائر تجاوز 80 من عمره، أعزبا بلا زوج أو ولد، وتوارى عن الشارع تماما يتنقل بين أسرة المستشفيات، لكنه أراد رغم ضعفه أو أريد له أن يبقى رئيسا إلى اللحد. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. سيد شريف، أرحب بك في بتوقيت مصر. المجتمع المدني هو رقم مهم جدا، يجب أن يكون له دور في أي مرحلة انتقالية بعد تظاهرات وبعد نظام استمر لفترة طويلة كما حدث في الجزائر. بحكم متابعتك لهذا الملف في الوطن العربي بشكل عام، إلى أي مدى المجتمع المدني من القوة في الجزائر بحيث يحافظ على هذا الدور ويقوم بهذا الدور؟ اهلا وسهلا بك استاذ تامر، شكرا لك. طبعا انا بهنئ الشعب الجزائري على هذه النتيجه الايجابيه باستقاله رئيس بوتفليقه والاستجابه لرغبات الشعب الجزائري وقواها المجتمعيه والسياسيه والمدنيه، وده انتصار بياكد بالتاكيد على مفهوم الديمقراطيه وتداول السلطه وعلى روح الشعوب كمان التي لن تنتهي. يعني زي ما كانت تونس في 2011 مقدمه لثوره 25 يناير واحداث تغيير سياسي في بنيه الدوله المصريه، اظن المحادث في الجزائر واللي كان من ضمن أسبابه وجود مجتمع مدني قوي وحقوقي وقوى سياسية حية، كمان هي وصلت هذا التذمر من استمرار حكم الرئيس بوتفليقة لمدة 20 عاما والعهدة أخرى خامسة. يمكن لم يكن أحد يتوقع كثيرا هذه التطورات في الجزائر الفترة الأخيرة. في الحقيقة أنا في تقديري ده نتيجة أنه عندنا مجتمع سياسي إلى حد ما صحي في الجزائر وموجود بشكل قاعد، من أحزاب واضحة تدخل الانتخابات الرئاسة وتنجح في المنافسة، أي نعم مش بشكل قوي لكن إلى حد ما في بنية أساسية موجودة. وأظن أنه ما حدث في الجزائر نموذج على أنه فكرة شرعية بس التحرر من الاحتلال ليست كافية لاستمرار هذه النظم لسنوات وسنوات وحقب زمنية أخرى، يعني حتى لو هي كان عندها مشاكل صحية وغير واعية وغير قادرة على الحكم. يعني أنا رأيي نموذج الجزائر ده نموذج صحي، وفي الحقيقة بشكل عام هو النموذج يشبه كثيرا النموذج المصري، يعني احتجاج على استمرار رئيس لفترات طويلة في الحالة المصرية 30 سنة وفي الحالة الجزائرية 20 سنة، وانه الشارع يحس انه ما هواش رقم في حسابات المهيمنين على الساحة السياسية في الجزائر، ومنهم المؤسسة العسكرية بالتأكيد التي تحكم منذ وجود جبهة التحرير، والجيش له وضع رئيسي وقوي في الجزائر، وتجربة كمان استبعاد الديمقراطية وانتخابات 91 قد احنا زي ما احنا شفنا ادت لحرب اهليه استمرت 10 سنين، ادت لمصرع مئات الالاف من الجزائريين في الصراع ما بين الجماعات المسلحه وبين الشعب الجزائري. انا اظن انه التجربه ما حدث في الجزائر تؤكد على أهمية دور المجتمع المدني، أهمية أن يبقى الشارع وصوته عبر كل المنظمات والأحزاب السياسية هو مرجعية مهمة في أنه يسمع صوته، مش بس هو دوره أنه يسقف لقرارات السلطة التنفيذية وأنه يمشي وراء اتجاهاتها، لا. يعني ده بيأكد أنه لابد من الاستماع لرأي الناس ورأي الشعب والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، وأظن ده هيبقى درس كمان هنا في مصر مع كل التطورات السلبية اللي بتحصل في موضوع التعديلات أو العدوان على الدستور وترسيخ فكرة هيمنة السلطة التنفيذية والرئيس والمد ليه فترات أخرى. أنا أظن أنه الأنظمة العربية بما فيها حتى النظام المصري يعني هيبقى فيه تفكير آخر عشان ما يحصلش يعني ما حصل في الجزائر. يعني ساعة ما حصل التجربة الثورة في تونس قالك إحنا مصر ليست تونس، وفي أقل من أسبوعين حصلت الاحتجاجات المجتمع المدني. ما الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني في مثل هذه الفترات حتى يساعد المجتمع على الانتقال من حقبة
حقبة استبداد، حقبة حكم سلطوي، حكم أبدي، إلى حقبة دولة حديثة مدنية ديمقراطية. صحيح صحيح. شوف انا في تقديري الفتره الانتقاليه فتره مهمه جدا، المجتمع المدني والنقابات المهنيه والعماليه، وانا اعرف ان ليها تواجد قوي في الجزائر وتونس ودول المغرب العربي بشكل عام، دور ان هو ياكد على القيم الرئيسيه، القيم الديمقراطيه وتداول السلطه. لو في تعديل، وبالتاكيد ما في تعديل الدستور الحالي الجزائري اللي هو سمح بالمد الفتره 5، اذا كان تعديل شامل فيتم التاكيد على هذه القيم والمعايير، انه الفتره الانتقاليه لا تتجاوز فتره طويله، انه كمان يبقى في حذر من انه المؤسسه العسكريه تضع رؤيه وتصور ما يؤكد على بقائها كلاعب سياسي في الجزائر، لا يعني وجودها يبقى لا يستبعد دور القوى السياسيه والحزبيه الاخرى. لو بنتكلم على نظام انتخابي، انتخابات رئاسيه، انه يبقى مدتين رئاسيتين لا تتجاوز مده كل منهما 4 سنين او 5 سنوات. لو في كمان كلام حوالين مساله العداله الانتقاليه لحل كتير من لحل اشكاليات خاصه العلاقة بين القوى السياسية المختلفة، انت بتتكلم عن نظام سياسي جديد يجب ان يسعى المجتمع المدني وفي القلب منه منظمات حقوق الانسان بالتعاون مع الاحزاب السياسية المختلفة، وفي احزاب قوية في الجزائر، مش زي مصر عندنا تجربة حزبية ضعيفة في مصر الى حد كبير، انه عليها ان هي تأكد على هذه المفاهيم، على نظام انتخابي عادل، على فكرة المساواة ما بين كل هذه الاحزاب، على انه الرئيس يعني بيبقى تحكم السلطه التنفيذيه في مساله انه استمراره لفترات طويله ده يبقى ما بيبقاش موجود. احنا بنتكلم على فترتين وفي توازن بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه لاستفاده من التجربه المصريه كمان. يعني احنا للاسف حاسين احنا اتضحك علينا في الفترات الانتقاليه ما بعد 25 يناير حتى 30 يونيو عليهم ان هم يستفيدوا. المصريه استاذ شريف، دعني انتقل الى القاهره عبر الهاتف الى الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد. أستاذ عبد العظيم، حضرتك لك كتابات مهمة جدا فيما يتعلق بترتيب وتنظيم وصياغة العلاقات المدنية العسكرية، كيف ترى أو ما هو السيناريو الجيد من وجهة نظرك الذي يمكن من خلاله تنظيم هذه العلاقة في الجزائر بحيث لا نعيد تكرار تجارب سابقة ثبت فشلها؟ مساء الخير، أولا نقول صباح الخير بقى. والحقيقه يجب اولا ان نهني الاخوه في الجزائر على هذا النجاح اللي اعتبره حتى الان نجاح يعني معقول، لكنه ليس نجاحا نهائيا. فيما يتعلق باللي حصل النهارده لازم نبقى ما نخدعش انفسنا، رغم أنه تطور جيد وما كان لا يمكن أن يحدث إلا بالحراك الشعبي، إلا أنه أيضا ما كان يمكن أن يحدث إلا بتدخل قائد الجيش، والجيش هو اللي رسم الطريق الحالي اللي هو تطبيق المادة 102 من الدستور، اللي هي إما تعلن عجز الرئيس فالرئيس راح دخل الضغوط هو وجماعته وقدم استقالته. يبقى إذن من الواضح ان الجيش له دور في كل مرحله من مراحل هذه الازمه ومراحل وخطوات حلها. بيان رئيس قائد الجيش اليوم بيتكلم على انه سيظل الى جانب الشعب، يعني معناها انه سيظل له دور في اداره المرحله الانتقاليه. هنا مرة أخرى يجب أيضا ألا يعني نستغرق في التفكير بالتمني، وألا نخدع أنفسنا ونتصور إنه المجتمع المدني والأحزاب السياسية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وفرض وجهة نظرها أو فرض رؤيتها بالكامل. هذا غير صحيح، لأنه ببساطة شديدة المؤسسات العسكرية في الدول العربية وفي كثير من الدول التي تماثل الدول العربية لها دور سياسي. الجيش في الصين له دور سياسي، الجيش في روسيا له دور سياسي، الجيش حتى في دولة زي فرنسا في مراحل اضطرابها كبيرة له دور سياسي، إنما المعول عليه أنه هذا الدور السياسي يكون رشيدا وتعاونيا وتشاركيا وليس مهيمنا، ويكون دائما ملجأ أخير للحماية من الفوضى وملجأ أخير للدفاع عن النظام السياسي
بمجمله مش ومن ثم دي نقطة مهمة جدا أستاذ عبد الحفيظ أستاذ عبد العظيم، لأنه كثيرون يتحدثون عن أن يعني الجيوش في المنطقة العربية يجب ومنطقي أن يكون لها دور، فما حدود هذا الدور؟ أولا هل تتفق مع ذلك أم لا؟ ثم إن كان كذلك فما هو حدود الدور بحيث لا يضغى على الجانب السياسي؟ يعني طبعا لا يمكن رسم حدود قاطعة مانعة تنطبق على كل الحالات، لأنه ببساطة شديدة الجيش الجزائري أخذ خطوة كبيرة إلى الخلف من الواجهة ومن إدارة كل الشؤون عندما جاء بالرئيس بتفليقة نفسه، لأنه كان حلا وسطا كما قلتم في تقريركم بين العسكريين والمدنيين. وبالتالي يعني هذا النموذج يعني محتمل جدا انه يتكرر بشكل او باخر في الجزائر. ويمكن ايضا انه هذا النموذج تكون له يعني صيغه اخرى في بلاد اخرى لا تمنع ان الرئيس يكون من المؤسسه العسكريه، ولكن الرئيس القادم من المؤسسه العسكريه لا يحول السلطه التنفيذيه الى غول ياكل كل المؤسسات الاخرى وتصبح السلطه والدوله اقوى كثيرا من المجتمع، بحيث انه يحصل المشاركه الواجبه بين السلطه وبين المجتمع، ويبقى فيه قدر من المساءله وقدر من اداره الشان المدني بكل جوانبه، يعني جوانبه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والقضاء، بعيدا عن تغول السلطه التنفيذيه. هذه يعني ممكن تكون صيغه اخرى يعني تكون صيغه اخرى يعني. لكن لو رجعنا للشان الجزائري، لازم نعترف انه الاحزاب في الجزائر زي ما قال ضيفك الذي تحدث قبلي ليس من المراسل في الجزائر، أقوى كثيرا من الأحزاب المصرية. النقابات العمالية والنقابات المهنية لديها جذور من فترة الاحتلال الفرنسي تجعلها أقوى أيضا من دور النقابات العام في المجتمع المصري وفي بقية الدول العربية المشرقية. ومن ثم يعني الجزائر مرشحة فعلا لصيغة أكثر تقدمية وأكثر فاعلية في مسألة المشاركة المدنية العسكرية. بالتأكيد كل النماذج دي ملهمة، بمعنى أنه النجاح فيها يقدم نموذج ويقدم إلهام، خصوصا إذا نجحت في حفظ الاستقرار وتحقيق التنمية وحفظ استقلال البلاد. من المؤكد أنها هتكون يعني تجربة. إذا الجزائر يعني تحظى بفرصة لتقدم تعزز رصيد الثقة في البلاد الأخرى بين العسكريين وبين المدنيين. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك الأستاذ محمد المنشاوي. قبل الانتقال إلى الأستاذ عبد العظيم، كان يتحدث الأستاذ شريف هلالي عن جزئية مهمة تتعلق بالدستور. من وجهة نظرك، هل يكون كتابة كاملة أو هل تكون كتابة كاملة وأولية من البداية تماما لدستور جديد للجزائر، أم يتم تعديل النصوص المعيبة في الدستور الحالي ربما لاختصار بعض الوقت؟ أعتقد هذه تفصيلات إذا لا أنا غير مطلع على الدستور الجزائري عن قرب، فإذا كان الدستور به بعض المواد الجيدة يمكن الإبقاء عليها وضع ضمانات لعملية انتقال سياسي شفاف وعادل وبحرية، وأن تكون هناك عمليات إجرائية ينص عليها الدستور وتكون واضحة وتكون عادلة بين الجميع، وهي المتعلقة بالمرحلة الانتقالية والانتخابات التي تليها. هذه هي النقطة الأهم، أن يكون هناك دستور أو قواعد حاكمة للعملية التنافسية القادمة.
لا يجب أن يتم التنافس الانتخابي بين القوى السياسية المختلفة، وأن يضع أو يتم تصميم أو كتابة الدستور أو تعديل الدستور الحالي بعد هذه الانتخابات. هذا يعني أن يكون هناك نصيب أكبر وقوة أكبر للفئة الفائزة، وهذا مغاير لطبيعة الدستور الذي يجب أن يكون عليه توافق بين القوى السياسية، وأن يكون هو بمثابة المرجع الأهم والكتاب المقدس للعملية السياسية في الجزائر، وأن يتم وضعه في حالة من الندية بين الأطراف المشاركة فيه دون فائز أو خاسر، وهذا يعني أن تليه الانتخابات ولا أن تسبقه الانتخابات. شكرا جزيلا أستاذ محمد المنشاوي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن. أيضا الشكر موصول للأستاذ شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. بقي أن ننوه أن التلفزيون الجزائري بث الآن صورا لتقديم بوتفليقة لاستقالته. انتهت حلقة اليوم من بتوقيت مصر، لكن تغطيتنا ما زالت مستمرة في التلفزيون العربي. نراكم بخير.